للمباراة غياب بشار رسن ومدى تأثير على فريق القوة الجوية اليوم. هو تحدث قال شد بسيط وما ردت أجازة. يعني بشار يخدم الفريق، بتعرف كل لاعب عنده ميزة يخدم الفريق، ممكن إذا بالأربعة يلعب على الطرف مثل ما كان يلعب بالمنتخب، 3-5-2 لازم تلعبه خلف المهاجمين، ولا قابل شو تلعب بشار بـ3-5-2 ظهير؟ صعب عليه لأن العمر والقابلية البدنية تختلف من لاعب إلى لاعب، وخاصة أكو مهارات بالمركز. يعني مثلا كابتن علي كان يقدر يلعب ارتكاز، يدافع ويهاجم لأن عنده القابلية، غيره يجوز عنده بس قابلية هجومية، فتختلف من لاعب للاعب. خلي أنتقل أسمع حديث صفا هادي مباشرة بعد المباراة. الحمد لله وشكر كبداية مباراة أولى على مستوى آسيا، أن تفوز وثلاث نقاط أشوف أنه راح تنطي جرعة وتعطي ثقة للكادر التدريبي الجديد وأيضا لاعبين جدة قبل بداية الموسم. طبعا كالعادة جمهور نادي القوة الجوية، يعني دائما أنا أقولها يعني 90 دقيقة هو يآزر ويدعم الفريق، نشكرهم جدا على هذا الدعم وإن شاء الله نفرحهم كل المباريات. صفاء مع القوة الجوية تحقيق أي شيء؟ طبعا أنا طموحي ودائما أنه حصل على لقب مع نادي القوة الجوية، وإن شاء الله هذا السنة أنه نقاتل على كل البطولات اللي إحنا مشاركين بها. حبيبي شكرا. نعم زميلي علي، هذه عودة إليك. شكرا للزميل أحمد العطواني، كنا نتحدث عن غياب بشار رسن كابتن قحطان. اي فان شاء الله يعني اذا اكتملت الصفوف وبعد المدرب اعرف بتوظيف بشار، يكون عندهم لاعبين على مستوى عالي. عندك محمد سامي ايضا لاعب جيد، بشار رسن، هيران احمد، لاعبين نزعتهم هجوميه يخدمون الفريق باي طريقه يقدر يغيرها المدرب، خاصه اذا لعب اربعه هذا يكونون ثلاثتهم خلف المهاجم، اذا 4-2-3-1 4-3-3 راح يعملون الفارق، لان بشار لاعب مهاري ولاعب يمتلك الخبره مع اللاعبين الباقيين. المحترفين القوه الجويه في اول ظهور شلون شفت؟